بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور علي أحمد الجارم، أستاذ الأذن والأنف والحنجرة بالقصر العيني. عايز أكلمكم على موضوع مهم بيهم غالبية المرضى، وهو حساسية الأنف والجيوب الأنفية التي ممكن يترتب عليها بعض المشاكل الصحية اللي بتضايق المرضى. الحساسية طبعا زادت في هذه الآونة الأخيرة بسبب المسببات الحساسية المحيطة بنا، فده عمل بعض الأعراض اللي ممكن تضايق المريض، زي رشح من الأنف أو انسداد أنف أو هرش في الأنف أو عطاس مستمر. الحساسية دي ممكن إنها بعد كده تتطور إلى حساسية في الصدر، ويبتدي يبقى عند المريض كحة مستمرة مع إفرازات بالصدر، وممكن كمان مع زيادة الحالة توصل إنها تعمل التهابات في الجيوب الأنفية. طبعا لما تبتدي تبقى فيه التهابات في الجيوب الأنفية، الأعراض بتتغير، بدل الرشح ما بيبقى شفاف بيبقى ملون، ممكن يكون أصفر أو أخضر، كمان بدل ما هو رشح سايب بيبقى لزج، اللزوجة بتاعته بتزيد. كمان ممكن يبقى تسبب صداع للمريض ووجع، ألم في الوجه. طبعا في الحالة دي أول عرض لازم نحله هو الصداع وانسداد الأنف، فده طبعا المريض بيتعاطى بعض البخاخات الموضعية للأنف وبعض الأقراص. وكمان ممكن ان هو تتطور الحالة معاه ان هو يبقى صداع جامد، نضطر ان احنا نعمله أشعة مقطعية على الأنف والجيوب الأنفية. لو ارتقينا ان فيها التهابات في الأنف والجيوب الأنفية، في هذه الحالة يجب عمل جراحة. فالحقيقة الجراحة مش في الأول، الجراحة بتيجي بعدين، متأخرة بعد كده. إنما وقت ما بيحتاج المريض جراحة فعلا بنعملها، ودلوقتي الوضع بقى آمن وناجح بوجود المناظير الضوئية، بقت تساعدنا كتير إن احنا بندخل في أماكن كان صعب الدخول فيها قبل وجود المناظير. فإن شاء الله مع العلاج والوقاية والجراحة إن شاء الله بقى في حلول جميلة وآمنة لموضوع الحساسية والجيوب الأنفية. شكراً.